Hola, welcome to the slide 1x1. Welcome to the slide 1x1. اي نعم دكتور. تمام. هسه بدي اشرح لكم ومن اوصل للريست تايم سيلو بعدين نكمل. اوكي. نبدي المحاضرة مال اليوم هي الليكتشر الثاني لأزوتيريك سوليوشن اند بفر. نبدي introduction when solvent passes through semi-permeable membrane from the solution into a more concentrated one, the concentration becomes equalized and phenomena known as osmosis. لما السولفنت ما في سائل راح يمر من خلال غشاء شبه نفاذ راح يصير عندي المحلول المخفف راح بين المحلول المخفف والمحلول المركز راح يصير عندي التركيز بيساوى. هو غشاء راح يمر من وسط المحلول الاقل تركيز الى المحلول الاكثر تركيز تساوى التراكيز. هاي العمليه يسموها ظاهره الاوزموزس التناوح. زين نجي للبريشر ريسبونسبل فور ذيس فينومينا. الضغط المسؤول عن هاي الظاهره يسموه اوزموتيك بريشر. And virus with nature of the solute. يعني يختلف مع طبيعة السلوت مالته. If the solute is non-electrolyte, it is إذا السلوت مالتي non-electrolyte, is a solution contain only molecule and osmotic pressure virus with concentration of the solute. إذا مو إذا ما يعتبر non-electrolyte, السلوشن مالتي يحتوي فقط على جزيئات والضغط التناوحي راح يعني يختلف أو اختلاف يصير يعتمد على تركيز السلوت فقط. If the solute is an electrolyte, إذا هو electrolyte, الالكترولايت يعني معناها بأيونات. It's a solution contain ion and osmotic pressure virus with both concentration of the solute and it is degree of dissociation. راح يختلف ويا تركيز السلوت والdegree of dissociation. درجة التفكك. من طلاب عيني صوتي واضح عني لو أكو وشوشة بالصوت. ترى صوت ده. شبيه. ماشي هسه ثواني. زين هسه واضح لو لا الصوت زين؟ زين صوت طلاب؟ طلاب وياي؟ أحد يجاوب. أوكي ماشي. أكو خرخشة ولا لا؟ أكو؟ نعم دكتور. احتمال شنو عيني؟ خرخشة. خاف شنو؟ خرخشة تقطع بالصوت. خاف الانترنت مو كلش قوي لانه ما ادري انتم صوتكم وياي واضح عادي. زين خلينا نستمر بس قام يتحسن شوي شوي قام يتحسن. اوكي تمام هاي. زين هسه يقول لي ذاس سلوت ذات ديسوسييت present a great number of particle in solution and excrete greater osmotic pressure than an dissociated molecule. احنا قلنا السلوت اللي يكون عندي الكترولايت راح يعتمد الاوزموتيك بريشر يعتمد على التركيز مال الايونات يعتمد على تركيز مال السلوت وعلى درجه التفكك. زين المحلول اللي يكون عندي التفكك مال التفكك مالته ينطيني على بارتيكل بذلك راح يكون اكسكريت جريتر اوزموتيك بريشر راح يكون اعلى ضغط تناوحي مقارنه بالاندسوسييت مالكيول مقارنه بجزيئات غير متفككه فان الايونات لها تاثير على الضغط التناوحي اكثر من الجزيئات. اوكي زين راح يكون عندي لايك اوزموتيك بريشر ذا اذر كوليتيف بروبرتيز اوف سوليوشن مثل ضغط التناوحي بعد اكو خواص للمحلول مثل الفيبر بريشر البولينج بوينت والفريزنج بوينت. ضغط البخار ودرجه الغليان ودرجه الانجماد تعتمد على نمبر اوف بارتيكل ان سوليوشن تعتمد على عدد الجزيئات موجوده بالمحلول.
Therefore, these properties are interrelated, and a change in any one of them will result in corresponding change in other. إذن هذه الخواص تكون متداخلة ولها علاقة تربط واحدة بالثانية. أي تغيير بوحدة من الخواص راح يؤدي إلى تغيير بالخواص الأخرى. زين. Two solutions have the same osmotic pressure, are same isosomatic. المحلول اللي عنده نفس الضغط المحاليل اللي عندها نفس الضغط التناوبي يسموها isosomatic. Many solutions intend to be mixed with the body fluid are designed to have the same osmotic pressure. المحاليل اللي تمزج ويا سوائل الجسم تصمم ان تكون عندها نفس الضغط التناوبي for a great patient comfort and efficacy and safety. حتى البيشن يكون أكثر ارتياح وتأثير يكون أعلى وأكثر أمان. A solution having the same osmotic pressure as a specific body fluid is termed isotonic. اللي عنده نفس الضغط التناوبي مقارنة بسوائل الجسم يسموه isotonic. اللي قلنا محاليل اللي تكون نفس الأوزموتيك بريشر بشكل عام يسموه isosomatic. لكن مقارنة بالضغط مقارنة بالسوائل الجسم يسموها isotonic meaning of equal tone نفس التون يعني نفس ال concentration okay with that specific of body fluid مع سوائل الجسم. عليكم السلام أعتقد أن عفوا بس الصوت من ده إحكي يا دكتور على حميد فتح المايك. ها عيني حميد عندك سؤال؟ ترى هذا ناس مايك الطالب شنو علي؟ طالب فتح مايك ناس ها بس بلغوه منو هذا؟ دكتور اسمه حميد علي حميد؟ زين أحد يتصل بي؟ قدرين مني من 6 أيام أوكي ماشي أنا سديته أوكي هو أصلاً جزء من محاضرة أو شيء المفروض أحد يبلغه أوكي زين شكراً يعني علي حميد قاطعتني يعني عبالي دخل أحد شو اسمه مراقب من الوزارة فأنا صدمت قلت من ذي يحكي وياي بعدكم يا طلاب عيني بعد الصوت واضح لانفصل الانترنت ورجع كانك مرة ثانية تسمعوني؟ نعم دكتورة. اوكي هنكمل دكتورة صوت اوكي هنكمل اليوم شنو قصة كل ساعة فشي قاطعنا اوكي solution of احنا ايش قلنا المحاليل تكون نفس الاوزماتيك برجة جسم يسموها isotonic. زين. Solution of lower osmotic pressure. المحاليل تكون أقل ضغط تناوبي مقارنة بسوائل الجسم than that of body fluid are termed hypotonic. يسموها hypotonic. يعني hypo يعني أقل. التون أقل من التون. أقل تركيز. Whereas thus having higher osmotic pressure are termed hypertonic. اللي أعلى osmotic pressure يسموها hypertonic. زين pharmaceutical dosage form intend to be added directly to the blood or mixed with the biological fluid of eye noise and bowel are principal concern to pharmacists in their preparation and clinical application زين الدوسج فورم اللي عندنا لازم تكون امزجها ويا سوائل الجسم او ويا الدم او بالنسبه لسوائل الجسم بالايز او النويز عن البول لازم يكون عندي principal concern to pharmacists جدا مهمه للصيدلاني بالتحضير مالتها
او بالكلينيكال ابلكيشن. زين راح يكون سبيشال كلينيكال كونسيدريشن اوف ذا تونيسيتي. زين شنو فائده التونيسيتي او الايزوتونيك بالنسبه للكلينيكال كلينيكال السريريه؟ It is general except that for ophthalmic and para internal administration. جدا مهمه للاوبثالميك للمحاليل اللي استخدمها مثل العين وكذلك اللي استخدمها يعني حقن الوريدي. ايزوتونيك سوليوشن ار بيتر توليريت باي بيشنت. يكون عندي الايزوتونيك المحاليل المتعادله ك يعني على اساس التركيز مو متعادله على اساس البي اتش تكون جدا انه تتوالم ويا يعني جدا انه تكون كومفورتبل او توليريتد باي بيشنت. Then, with administration of an isotonic solution, there is hemostasis. أكو حالة استقرار ويا body intracellular fluid مع سوائل الخلايا الداخلية. Thus, in most instances, preparations that are isotonic في معظم الحالات حيكون عندي التحضير المحاليل المتعادلة أو قريبة أو قريبة تكون متعادلة or nearly so are preferred جدا مفضلة. However there are exceptions أكو عدة استثناءات منهم as in instance في حالات in which hypertonic solution are used يستخدمون hypertonic to draw fluid out of edomatous tissue and into administration of the solution. سوري حيكون عندي increase in which hypertonic solution instances in which hypertonic solution are used to draw fluid out of edomatous tissue. يستخدمون محاليل عالية التون حتى يسحبون الفلويد من الأنسجة المتورمة. Then and into administration solution رح يكون عندي يسحبون السوائل من الأنسجة المتورمة إلى المحلول نفسه فيستخدمون هايبرتونيك. يعني بهاي الحالة فقط أحتاج الهايبرتونيك سوليوشن. أوكي نجي هنا أنا. Most ophthalmic preparation are formulated to be isotonic. معظم التحاضير للعين يكون تصمم على شكل isotonic أو تقريبا متعادلة. To duplicate ophthalmic tear for comfort of the patient. حتى تضاعف الدموع مع العين حتى تريح المريض. This solution are also preferred at appropriate pH. هاي المحاليل أيضا تحضر على pH معينة. At an appropriate pH. Both to reduce the likelihood of irritation تقلل irritation التحسس اللي سببه to the eyes tissue إلى أنسجة العين and to be maintained stability of the preparation تحافظ على الاستقرارية للمحاليل. زين ال injections that are not isotonic should be administered slowly and in small quantity to minimize tissue irritation. الحقن اللي تكون مو متعادلة لازم أنطيها بشكل بطيء وكميات قليلة حتى تقلل التحسس أو البين عن cell fluid imbalance تقلل irritation والبين cell fluid imbalance. يعني الحقن المقدار متعادل النوت ايزوتونيك لازم انطيها بشكل بطيء وبكميات قليله. زين تونسيتي اوف ذا سمول فوليوم انجكشن بالنسبه للتونسيتي للمواد اللي الحقن القليله الحجم بشكل عام از انكونسيكويشنال تكون مو كلش يعني مهمه وين عدد تو ذا لارج فوليوم بارانترنال انكلوجن لما اضيفها الى
إلى مغذيات وريدية تكون حجمها كبير. ليش؟ لأنه the presence of tonic substances موجود مواد هي تعادل إياها مثل الصوديوم كلورايد أو الدكستروز in large volume infusion تكون بالمغذيات اللي تكون عالية الحجم which serve to adjust the tonicity of a small smaller added volume لأنها رح تشتغل إنه تعادل لي التونيسيتي بالنسبة للحقن قلية الحجم. فالفكرة هنا الأوبثالميك لازم يكون عيزوتينيك ويتنظم على بيئة معينة زين حتى يقلل الإريتيشن إلى أنسجة العين ويحافظ على الاستقرارية مع المحاليل المحضرة. الحقن هنا إذا تكون لازم تكون عيزوتينيك، لكن في حالات تكون النون عيزوتينيك لازم أول شيء تحقن بشكل بطيء بكميات صغيرة، وبالنسبة للكميات الصغيرة إذا أخليها مغذيات فما أهتم بالتونسيتي مالتها. ليش؟ لأنه أكو داخل المغذي أكو مواد تعادل التونسيتي مالتها مثل الصوديوم كلورايد والدكستروز، لذلك هتكون عندي راح تكون safe to adjust the tonicity of smaller added volume. زين intravenous infusion الحقن يكون عندي الوريدي زين which are hypotonic or hypertonic can have profound adverse effect. إذا يكون عندي أقل من التون أو أعلى من التون حيكون عندي أعراض جانبية. They generally قول أبويا مو تسمعوني؟ أكو صوت؟ إي دكتور. آه ماشي. زين بيكون أنا قصدي إنترافينيوس إنفيوجن المغذيات هذا البطل مع المغذي اللي سامعين به المالح الحلو المتعادل أكو منه كالسيوم أكو منه صوديوم فهاي لازم تكون ويا التون لا هايبوتونيك ولا هايبرتونيك لأنه إذا تكون خارج التون مالتي مو أيزوتونيك فراح تكون يسوي لي أعراض جانبية هواية زين لأنه راح تنطي بكميات كبيرة. Large volume of hypertonic infusion containing dextrose مثال ذلك لما يكون عندي hypertonic infusion يحتوي على dextrose for example can result in hyperglycemia يعني يسوي لي زيد نسبة السكر بالدم والمريض or osmotic diuresis أو زيد الإدرار بالتالي راح يسوي an excessive loss of electrolytes راح يفقد الكترولات جدا عالية من الجسم. Excessive infusion of hypotonic بينما إذا أنطي hypotonic أقل تون of fluid can result in osmotic hemolysis زين حيصير عندي osmotic hemolysis of the red blood cell and super buff the upper limit of the body حيصير عندي انحلال بكريات الدم رح يعبر الليمت مال الليمت المحددة للجسم على اللي تكون عاملة لامتصاص الإكسسيف فلويد يعني حيصير عندي سواء كل شيء هواية تدخل خلايا الدم وتؤدي إلى انحلالها لأن راح تعبر الليمت المحددة لامتصاص هاي السوائل. circulatory system زين حتى لما يكون المحاليل مالتي متعادلة ايزوتونيك هيكون عندي الانفيوز لما انطيها بكميات كبيرة او بسرعة عالية همنا حتكون لها اذية ومضار لانه تكون overload of fluid كميات عالية من السوائل راح تدخل الى زين نجي هنا أنا. الفيزيكال and chemical consideration in the preparation of isotonic solution احنا شو هنستفاد من ايزوتونيك؟ شلون احضر الايزوتونيك؟ اوكي؟ تحضير الايزوتونيك calculation involved in preparing isotonic solution may be made in term of data relating to collective properties of solution حيكون عندي ثواني طلع بس ثواني
يكون عندي حساب الحسابات اللي تتضمن لتحاضير تحضير المحاليل المتعادلة. تعتمد على شنو؟ تعتمد على الخواص اللي أجمعها عن المحاليل. Particularly and most commonly, a comparison of freezing point is used for this purpose. يقارنون درجة درجة الانجماد لهذا السبب. Generally, except that حيكون 52% centigrade is the freezing point of both blood serum and lacrimal fluid. هاي الدرجة اللي هي 52% هي درجة الانجماد لكل مصل الدم وكذلك اللاكرمال السائل الدمعي موجود بالعين. اوكي when one gram of the molecular weight of any non electrolyte that is a substance with negligible dissociation. لما اخذ 1 جرام من وزن جزيئي المادة ما بها ايونات مهموله تكون with negligible dissociation مهموله التفكك مثل بيها تفكك such as boric acid مثل boric acid is dissolved in 1000 gram of water ذوب بال 1000 gram of water the freezing point of solution is about درجة الانجماد من محلول تكون 1.86 below the freezing point of a pure water أقل من درجة الانجماد المي النقي زين يعني لما أخذ 1 جرام من هاي المال boric acid أذوبها ب 1000 gram of water رح يعطيني freezing point 1.86 زين من هذا الشيء راح يكون عندي by symbol for perforation therefore we can calculate the weight of any non electrolyte that should be dissolved in 1000 gram each 1000 gram of water اقدر احسب اي ماده ما بها ايونات لا تذوب ب 1000 جرام of water if solution is to be isotonic with body fluid اذا المحلول لازم يكون متعادل molecular weight عنده وزن جزيئي 61.8 that's in theory 61.8 جرام ان 1000 جرام of water should be produced freezing point راح يعطيني درجه انجماد 1.86 يعني انا بدي اعرف ايش قد وزن من البوريك اسيد اخذه اخليه بالماي يعطيني درجه هاي الانجماد احنا احنا نحكي على الوزن الجزيئي بس احنا نقول قد بيوزن من الماده حقيقه اوكي فيكون عندي اجي اسوي شلون اقسم نسبه الفريزنج بوينت اللي هي 1.86 مال بوريك اسيد على نسبه الفريزنج بوينت اللي هي مال جسم ماتي مال مصل الدم ومال لاكرمال فلويد اقسم واحده على الثانيه وتساوي الوزن الجزيئي على الاكس الاكس هي عدد الجرامات اللي انا اذوبها بالماء فاقسم تساوي هي نسبه وتناسب درجه الانجماد مال كل وحده على الثانيه يساوي للمولكيولر ويت على الاكس هذا في حاله النون الكترولايت العفو دكتور ممكن تعيدين هذا السلايد شوف عيني احنا في حاله النون الكترولايت ماكو ايونات دريد نعرف عدد الجرامات مال الماده اللي اذوبها بالوتر حتى يعطيني المحلول متعادل فيجي مثال البوريك اسيد البوريك اسيد لما اذوبه بالماء يعطيني درجه انجماد 1.86 زين بوزن جزيئي شلون عرفت نون الكترولايت هو هذا يكون عندك البوريك اسيد يكون عندي شو اسمه سترونج اسيد عندك الويك اسيد يصير بي ديسوسيشن يصير بي انفكاك الحوامض او القواعد الضعيفه يصير بيها تفكك صح لو لا مو ماخذين بالكيمياء الحوامض والقواعد الضعيفه تصير بيها تتفكك تتحول الى ايونات زين الحوامض والقواعد القويه ما يصير بيها تفكك دكتوره يعني هسه النون الكترولايت كلها يعني القويه السترونج كلها نقول عليها هيجي لا مو سترونج اللي ما يصير بيها تفكك ما تتحول الى ايونات البوريك اسيد مثلا ذلك ما راح يتحول الى ايون ما تتحول الى ايونات اوكي دكتور الالكترولايت بس يرجع نفس ما كان هو اكو ديسوسيشن درجه انفكاك ديسوسيشن فاكتور هسه اشرح لكم اياها تمام اي والله دكتور انا ما ربطت بصراحه يا فكره مع البوريك اسيد البوريك اسيد يعني مال الحامض يعني الحامض القوي هاي ناسيه شويه
ارجع للكيمياء اسوي ريفيو عليها. هسه انا بقول لك البوريك اسيد يعتبر نون الكترولايت لانه ما يتفكك ما يتحول الى ايونات. اكو ها عيني يعني قوي يعني قوي اي بس انت عندك الاملاح ممكن تتفكك تتحول لايونات، عندك الحوامض القويه الحوامض ضعيفه القاعده ضعيفه تتفكك وتتحول الى املاح تحول الى ايونات. تفهمني؟ الاملاح راح تتفكك ترجع الى ايونات مالتها، تتحرر منها الحامض وتعطي ايونات. القواعد ضعيفه والحوامض ضعيفه هم راح يتحرر وتعطي ايونات على حسب درجه الانفكاك مالتها. اوكي بس هو البوريك اسيد يكون عندي ما يصير به تفكك نون الكترولايت. تمام؟ هو ترى يعني متجيك مسألة يحدد لك يقول لك هذا إلكترولايت أو نون إلكترولايت حتى لا تدخ بيها. ماشي؟ ماشي دكتور. الدكتور عندي سؤال لأخل يعني. الأوبنت 52 من جبناها؟ أوبنت 52 إحنا قلناها بالبداية هي تعتبر درجة الانجماد مع السيرام بلاد أو مع الأكرم والفلويد، يعني هي ثابتة هاي. أوكي؟ أي عندي فاهم يمكن ما سامعها. أوكي وهي بالسلايد موجودة. زين واحد بون ستة وثمانين هي درجة الانجماد بالنسبة للبوريك أسيد لما أذوبه بألف جرام أفوتر. فأنا أريد أطلع الوزن مع البوريك أسيد اللي ذوبته بألف جرام. شون أطلع الوزن؟ أقسم الفريزنج بوينت مع المحلول ماتي على الفريزنج بوينت مع المحلول مع الجسم أو مع مصل الدم ولكرم الفلويد. زين تساوي الوزن الجزيئي مال الماده اللي عندي اللي هي اعتبرناها البوريك اسيد على الاكس اللي هو الوزن اللي انا اريده. اوكي بالتالي حيطلع لي 17.3. نجي هنا ان شورت 17 بشكل مختصر 17.3 جرام اوف بوريك اسيد ان 1000 جرام اوف ووتر. بشكل مختصر هذا الوزن مال البوريك اسيد اذوبه ب 1000 جرام اوف ووتر يكون having weight in volume strength approximately 1.73. يعني القوة مالتي أو نسبة يكون 1.73 should be made a solution isotonic. يعني نسبة 1.73 راح تخلي المحلول مالتي متعادل with lacrimal fluid أو blood muscle with electrolytes. لما يكون عندي محاليل electrolytes بها أيونات راح تتفكك هاي المحاليل. A problem is not so simple. المحاليل مالتي مو كلش قصدي المشكله مالتي مو كلش بسيطه. ليش؟ لان الاوزموتيك بريشر هاي احنا قلنا راح يعتمد على النمبر مور ذان كايند اوف بارتيكل، يعتمد على عدد الجزيئات اكثر من نوعها. Substances that dissociated have tonic effect that increase with degree of dissociation. الماده اللي تتفكك عندها تاثير تاثير التون مالتها that increase with degree of dissociation. Tonic effect راح يزداد ويا درجة التفكك. Greater dissociation على تفكك similar راح يكون smaller quantity required to produce any given osmotic pressure. كمية قليلة من هذا المحلول أو من هذه التراكيز حتكون عندي تولد لي ضغط تناوحي. زين إذا الأيونات لها تأثير كلش كبير على الضغط التناوحي. كمية قليلة من المحلول الأيوني ممكن يولد ضغط تناوحي مقارنة بالنون الكترولايت. زين if we assume the sodium chloride in weak solution. إذا نفرض أنه sodium chloride في محلول ضعيف is about هيكون 80% dissociation. sodium chloride هو عبارة عن ملح لما أخليه بمحلول ضعيف راح يبدأ يتفكك. زين تفكك نسبة تفككه 80%. 80% بين حيكون عندي each 100 بارتيكل يلد 180 بارتيكل. ليش 180 بارتيكل؟ راح يكون عندي راح يتفكك كل 100 جزيئة راح تعطيني 180 بارتيكل لأن هو 80% فوق 80% زاد 80 أو 1.8 تايم as many particle are yield by 100 مولكيول of non-electrolyte مقارنة يعني تقريبا الفاكتور مالتي 1.8 مقارنة بالبارتيكل اللي هي non-electrolyte. يعني حيضعف عدد الأيونات الموجودة أو عدد البارتيكل الموجودة بالمحلول لأنه حيتفكك.
قلنا 80% أقدر تنفذ 80% من جاية أو 180 من جاية 180 جاية من شنو؟ هي 80% يعني فقط صار عندي 80 صوديوم 80 كلورايد 80 هيكون عندي 160. المتبقي من 100 بقت 20، 20 البقت هي غير متفككة، هي جزيئات غير متفككة، أجمعها ويا 160 يطلع لي 180، 180 جزيئة موجودة بالمحلول، يعني ضاعف الحجم من 100 صار 180. أوكي؟ فهمتوني؟ دكتورة ممكن تعيديها بدون زحمة؟ أين؟ الصوديوم كلورايد لما نتفكك نسبة تفكك ما 80%، 80% من جاية أنت المحلول صوديوم كلورايد فقط صار صوديوم صاير كلورايد وأكو عندي صوديوم كلورايد، نسبة الصوديوم 80، نسبة الكلورايد 80، زين إيش قلت 80 و80؟ 160. الجزء الغير متفكك اللي هو NaCl الغير متفكك إيش قلت؟ بقى 20، يعني هو 80%، 80 متفكك وجزء غير متفكك 20%. إذن 160 زائد 20 الجزء غير متفكك حيث يطلع لي 180. 180 أقدر أقسمها على 100 أطلع فاكتر. الفاكتر هاين إشار أنفتي الجزء الغير متفكك هو 20 وانت من 80 80% 80% قد بقى من 100 قد بقى من 100 20 أي مو نسبة 80% قد بقى من 100 يعني أقول أقول أول شيء 100 ناقص 80 أي راح يطلع لي 20. 20 أقول أنا عندي 80 صوديوم كلورايد واللي غير متفكك هو 20 هو هاي. أوكي أجي أطلع أجي أطلع فاكتر ماتي أقسمه على 100 180 تقسيم 100 راح يطلع لي 1.8 1.8 هو عامل التفكك يسموه. زين the dissociation factor commonly symbolized by letter I and must be included in preparation when we seek to determine the strength of isotonic solution of sodium chloride. إذا هذا جدا مهم، عامل التفكك جدا مهم حتى أعرف هو التفكك الصوديوم كلورايد. هاي المعادلة الثانية هي شنو؟ إحنا اختلاف المعادلة الأولى عن هاي المعادلة فقط بالعامل التفكك. بقت نفس درجة الانجماد اللي هي 1.86 اللي هي مال بوريك أسيد اللي اعتبرناها كرفرنس لباقية المحاليل. زين نضربها في عامل التفكك اللي هو 1.8 اللي هو ثابت بالنسبة للصوديوم كلورايد، أقسمه على درجة الانجماد مال الجسم ما سواء للجسم. زين رح يساوي لي الوزن الجزيئي مال صوديوم كلورايد على اكس، الاكس اللي هي العدد الجرامات مال الصوديوم اللي احضر بها محلول متعادل. ايش قد من الجرامات من الصوديوم حضر بها محلول متعادل؟ شلون اطلعها؟ من خلال هاي المعادله، لان هذا استخدم هاي المعادله لان عندي صوديوم كلورايد يعتبر البترولايت بايونات. تمام طلاب واضحكم؟ دكتور ال 1.86 ثابته، 1.86 ثابته احنا اعتبرناها كرفرنس لانه احنا اخذنا بوريك اسيد انه على اساس انه هو رفرنس يولد لنا شو اسمه محلول متعادل بدرجه الانجماد هاي. اوكي زين هيلز هنا حيكون عندي 9 بوينت هاي من الشرحين يعني تقول لي ان هاي ثابت هاي ثابت انا بدي اركز لان شويه بعد المحاضره الجديده مو قلت لك هسه نعرف من جبناها مو قلت لك هسه عندك شنو ثوابت 52% هي ثابت مع الجسم درجه الانجماد مع الجسم 1.86 اعتبروها كرفرنس مصدر ثابت حتى اقدر اقيس به باقي المحاليل فاعتمدنا على درجة انجماد مال الجسم ودرجة انجماد البوريك أسيد كرفرنس حتى أقدر أقيس أطلع الأوزان اللي أحتاجها لبقية المحاليل. ثبتت عندنا درجة الانجماد. نختلف شنو عندنا؟ ثابت التفكك أو عامل التفكك اللي هو I بالنسبة للإلكترولايت زين واختلاف الوزن الجزيئي اللي هو N اختلاف الوزن الجزيئي والمطلوب هو كان الوزن بالنسبة للوزن الجزيئي مع صوديوم كلورايد 58 نزله هنا بس ممكن اذا ماده ثانيه اغير هنا هذا الوزن الجزيئي يتغير اذا يعطيني غير ماده مو شرط صوديوم كلورايد بس اغير هنا وزن جزيئي واغير هنا اغير هنا ثابت التفكك هسه راح تجيكم المسار راح تفهمون اكثر. اوكي دكتوره بدون زحمه هاي
زين ليش قسمنا ال 1.8 على 0.52؟ هو هاي معادلة، هاي معادلة ضربوا ال هذا المعادلة إنه حيضربون أنت عندك 1.86 على 0.52 أضربها بالثابت التفكك، لأن هذا يعتبر محلول الكترولات بديسوسيشن، يعني يختلف عن نون الكترولات. نون الكترولات مجرد بس أقسم درجات الانجمات، بس هذا بتفكك فلازم أضربها ويا الفريزنج بوينت. فهمتيني؟ تمام تمام؟ دكتور يعني القانون هذا زين اي تحفظوه، القانون الاول القانون الثاني تحفظوه، بس الثابت شنو عندك؟ عندك بس درجه الانجمات ثابته اوكي، راح يختلف عندك بالنسبه للالكترولايت اختلاف بالاي فاكتور اللي هو ديسوسيشن فاكتور والمولكيولر ويت، بالنسبه للنون الكترولايت فقط المولكيولر ويت راح يختلف، فطلع منها من خلالها هاي القانونين نطلع منهم الوزن اللي تحتاجه حتى تسوي المحلول متعادل اوكي. أوكي. تمام زين هنا انا حيكون عندي 9.9% جرام اوف صوديوم كلورايد، هاي هسه طلعت لنا كناتج ايش قد وزن، وزن صوديوم كلورايد اللي اخليه ب 1000 جرام اوف كوتر شد بالنيكس سوليوشن ايزوتوب، نخلي محلول متعادل ويا الدم او ويا الثرمال فلويد. ان براكتس عمليا راح تكون النسبه مالته 0.9% صوديوم كلورايد سوليوشن از كونسيدر از تونيك وذ بودي فلويد، اللي شايفين هاي المحاليل الموجوده المغذي المالح اللي يسموه الموجود بالصيدليه يكون عندي البيرسنت مالته 0.9 فيكون محلول متعادل. سمبل ايزوتونيك سوليوشن ميبي كان كالكوليت باي ذا بيسس فورمولا، الايزوتونيك سوليوشن اقدر احسبه باستخدام هذه المعادله اللي هي حيكون عندي 0.52 في المولكيولر ويت مال المادة اللي أريد أحضر المحلول بها ايزوتونيك، أقسمها على 1.86 في الآي فاكتور. طبعا هو هذا ترتيب القانون الأول، ترتيب القانون نفسه هو نفس هذا القانون، نفس هذا القانون رجع رتبه بهاي الطريقة، هو نفسه ترى يعني لتفزون نفس الشيء تهموني. قسم 52 على المولكيولر ويت، ضرب 52 في المولكيولر ويت، قسمها على ال 1.86 في الاي فاكتور حتى يطلع لي جرام اوف سولوت بير 1000 جرام اوف ووتر. اوكي هذا القانون استخدمه اي محلول يجيني يعتبر الكترولايت او يعتبر نون الكترولايت، استخدم هذا القانون الاساسي. يعني هذه القوانين اللي قلناها تكون يعني الاول والثاني عاده ترتيبها بهذا القانون. هسه تقول لي ليش دكتوره ايش معنى يعني هسه الالكترولايت ممكن استخدم هذا القانون بس نون الكترولايت شلون استخدم هذا القانون؟ لانه ممكن تعتبر النون الكترولايت الديسوسيشن فاكتور مالته واحد، يعني الاي هنا حخليها واحد، فالقانون هذا هو الاساس اللي لازم تحفظوه اللي تحلون به بقيه المسائل. من يجيك نون الكترولايت احتاج تكتب الاي تكتب مكانها واحد، والمولكيولر ويت مال الماده اللي يعطيك اياها وطلع الجرام، وبالنسبه للالكترولايت حسب هو يعطيك ايش قد ديسوسيشن فاكتور، او مرات هو يعطيك يقول لك انت طلع لي ديسوسيشن فاكتور. اكو مسائل راح اشرح لكم عليها. اوكي طلاب واضحه عندكم؟ واضحه عيني دكتوره؟ يعني هسه هذا القانون لازم نحفظه. انا بقول لكم اياه هنا حتى يبين واضح دكتوره. بس عيني قولوا يعني هذا القانون اللي استخدمه قبل شوية مو من استخدم يعني قانون لو نسبي يعني قبل نستخدم هذا القوانين اللي قبل هذا، القوانين اللي قبل هذا الاثنين هي نفس هذا القانون نفسه بس إعادة ترتيب سواله. بالنسبة للقانون الأول كان ما بي آي بس بي درجات الانجماد ومولكيولر ويت، هو ضاف الآي حتى يختصر لك الموضوع، يقول لك النون الكترولايت الآي مالته هي واحد سواء كتبتها او ما كتبتها مو مشكله تمام. فهذا القانون هو اعاده الترتيب، يعني لما تجيك مساله بها نون الكترولايت او بها الكترولايت راح تستخدم هذا القانون اللي هو هذا مرتب لك اكثر من الاول والثاني. اوكي واضحه؟ اوكي تمام. اني اسالني أنا دكتورة بس القانون يعني صح نتبع وياك، يعني أريد كله يعني تردينا إياه حتى أطبق وياك أثناء الحل. أطبق يعني ودبلش هذا القانون هو دائما.